صلى على النبي عم الحق سعيد صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بن دينار زوجته كانت شديدة عليه، وفي يوم من الأيام أعطته 6 دراهم، قالت له: اذهب يا مالك ولتشتري لنا دقيقا لنخبز. خرج الإمام مالك بن دينار وأخذ 6 دراهم، وهو في طريقه إلى السوق قابل أمة من الإماء جالسة على أول السوق وهي تبكي، أي خادمة من الخدم التي تعمل عند أحد الناس. فقال لها الإمام مالك بن دينار: ما يبكيك؟ قالت له: إن سيدتي قد أعطتني 6 دراهم لأشتري لها أغراضا وقد وقعوا مني، وأخشى أن أعود إليها فتعذبني. فإذا بالإمام مالك بن دينار أخرج من جيبه 6 دراهم وأعطاهم للفتاة وقال لها: عودي إلى سيدتك. وتوجه الإمام إلى المسجد، وجلس الإمام في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وهو يصلي على النبي، وهو يقول: اللهم صلي على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، فيا ربي بجاهه عندك فرج ما أنا فيه، يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. نقول تاني: وفي الإعادة إفادة. جلس الإمام يصلي على النبي وهو يقول: اللهم صلي على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، فيا ربي بجاهه عندك فرج ما أنا فيه، يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. وخرج الإمام من بعد صلاة العصر متوجها إلى بيته، وهو في طريقه إلى بيته مر على صديق له نجار، قال: يا مالك ائت لي بهذا الجراب أملأه لك نشارة يا مالك. فأخذ الجراب أي الشوال وملأه بالنشارة، وأخذه الإمام مالك بن دينار وذهب به ووضعه أمام بيته وطرق الباب، وعاد الإمام إلى المسجد مسرعا خوفا من زوجته. جلس الإمام يصلي على النبي وهو يقول: اللهم صلي على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، فيا ربي بجاهه عندك فرج ما أنا فيه، يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. وخرج الإمام من بعد صلاة العشاء وتوجه إلى البيت، وقبل أن يدخل إلى البيت إذا به يرى دخان يخرج من البيت، فطرق الباب على زوجته، قالت زوجته: أهلا يا مالك. قال لها: من أين هذا الدخان؟ قالت: نخبز. قال: من أين؟ قالت: من الدقيق الذي جئت لنا به يا مالك، وأوصيك أن تأتي لنا به كل مرة، فإن هذا الدقيق من نوع فاخر. ظل الإمام يبكي من العجب، فدخل الإمام وأغلق باب غرفته لينام، فجاءه الإمام في المنام فصلي على سيد الأكوان. جاء الرسول إلى الإمام في المنام قال: علام العجب يا مالك؟ قال: يا رسول الله، كسارة خشب تحولت إلى دقيق. قال النبي: يا مالك، لقد أكثرت من الصلاة والسلام علي، ولقد استغثت بنا فأغثناك، والله غياث من يصلي على رسول الله، فصلوا على رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يبارك. الله يعزك. الله يبارك.